النهارده عندنا كلام كتير ومهم عن النادي الاهلي، عن الاستعدادات طبعا لمباراه الوصل الاماراتي وبطوله كاس زايد للانديه. ان شاء الله باذن الله الفريق مسافر بعد بكره الامارات عشان طبعا المباراه المقرره ليها يوم الخميس اللي جاي. زي ما احنا عارفين ان مباراه الذهاب انتهت هنا في برج العرب بنتيجه 2-2. الفريق طبعا محتاج جدا ان هو يفوز عشان يقدر يصعد للدور ربع النهائي في البطوله. الفريق النهارده وصل تدريباته على ملعب مختار التتش في الجزيره، وانضم كمان اللعيبه الدوليين للتدريبات النهارده، وفي انتظار لعيبة المنتخب الأولمبي لسه. هنتابع معاكم أكيد النهاردة ردود الأفعال بعد قرار مجلس الإدارة بتكليف كابتن سيد عبد الحفيظ أن هو يتابع قطاع كرة القدم ويقدم تقارير كاملة فيها كل اللي محتاجه القطاع خلال أسبوع من دلوقتي لكابتن محمود الخطيب. وكمان برضو كابتن محمود الخطيب سافر النهارده لألمانيا عشان هيخضع لعمليه جراحيه دقيقه بكره ان شاء الله. الف سلامه عليك يا كابتن بيبو، وان شاء الله باذن الله ترجع لاسرتك ولجمهورك بكل سلامه. النهارده كمان هنتابع معاكم كل جديد عن كره القدم العالميه، هنتعرف برضو معاكم على كل ما هو جديد مع ضيفنا النهارده استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي في جريده الفجر.